ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كشفت المصادر أن نقل عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية مساء أمس إلى المستشفى العسكري بالرباط بسبب مضاعفات إصابته بكورونا. وكشف مرافق عبد الإله بن كيران أن هذا الأخير في صحة جيدة ولا يعاني أي مضاعفات جراء إصابته بفيروس كوفيد-19. وقال فريد تيتي أن الأمين العام لحزب المصباح بخير وعلى خير. وفي نفس السياق نشر تيتي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك على إثر تداول خبر نقل الأستاذ بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى المستشفى العسكري بالرباط: نؤكد أن بن كيران بصحة جيدة، وأن نقله إلى المستشفى كان من أجل إجراء فحوصات اعتيادية متعلقة بإصابته بكورونا، والتي والحمد لله لم ينتج عنها إلى حدود الساعة ما يستدعي للقلق، وأن المعنية بالأمر في حالة مطمئنة والحمد لله.